أهلا وسهلا فيكم من جديد مع الموسوعة الهندسية. اليوم وصلنا نحن للدرس 16، وبالدرس 16 أكيد رح هو مثال. المثال هذا حي واقعي عن عربة نقل البضائع. رح يكون التصميم عندنا جاهز، نحن بس رح نقوم بدراسة استاتيكية للنموذج ونقدم معلومات عنه. رح نقدم لكم هلأ الرسم ثلاثي البعد 3D sketch وتعليمات اللحام. رح نستخدم تعليمات اللحام وتعليمات الهياكل والبروفيلات الجاهزة رح نحطها نحن على السكتش، رح نضيفها إضافة ونقوم ب توصيف المناطق المجمعة باستخدام بواسطة اللحام ودراسة استاتيكية مثل ما قلنا. هلا بننتقل نحن للفيديو، نحن مسجلين فيديو.
هلا مثل ما شايفين نحن في فيديو، نحن مجهزين كمان شرح للفيديو اللي نحن راح نقدمه. فهون نحن عم نحكي عن تصميم لعربة نقل البضائع اللي هي جاي بهذا الشكل. التصميم هو عبارة عن تصميم اسمبلي تجميعي، والدواليب ما راح نقوم بدراستها بهذا النموذج، راح نقوم بدراسة الهيكل المعدني هذا. نحن مثل ما قلنا عم نعمل دراسة كاملة عن خليط الحديد، راح نضيف نحن خليط الحديد لهي التصميم لهذا الهيكل. فهوني لك هذا الفيديو اللي نحن راح نشوفه، هذا الفيديو فيه تصميم جاهز، الهيكل الشبكي اللي له جاهز ومعمول من 3D سكتش، وبعدين بنينا عليه التصميم. وهون نحن بنشوف كمان كيف بنضيف مادة، ومثل ما تعودنا نحن بإضافة المادة، وقت نحن عم نضيف مادة بكل النماذج اللي اتبعناها مسبقا كنا عم نضيف نحن خليط الحديد. التطبيق العملي لهي العربة موجود بشكل كتير كبير ومتوافر. نحن بنلاحظ كمان حتى التواجد بالأسواق وجود ثلاث دواليب، مو بس دولاب واحد، ثلاث دواليب بتفيد انها تطلع على الدرج. وكمان هاي انت فيك تدرسها ببرنامج السوليد ووركس وتعمل محاكاة لها وتقارن ما بين اذا كانت هي بثلاث دواليب ايهما الافضل وايهما تطبيقه مناسب اكثر. لما انت بدك تحمل احمال ثقيلة على الدرج، اي افضل انت تاخذ الحمل الثقيل بدولاب واحد اما بثلاث دواليب؟ هاي بدك تكون بدراسة، بدك تعرف شو حجم الدولاب حتى، يعني كله ببين معك من خلال دراستك بالبرنامج. هلا نحن ما راح نفوت بقصص الاطارات والاحتكاك والقضية هاي، نحن راح نفوت بس بقضية الهيكل الشبكي هون. كيف بدأنا فيه مثل ما قلت بالنسري ديسكش، وبعدين انتقلنا بالتصميم حتى صار مثل ما لنا شايفينه نحن قدامنا. طيب هون في عندنا خطوات مهمة لحتى نقدر مثل ما بيقولوا ندرس دراسة استراتيجية لهذا الهيكل. شو اللي مطلوب منا؟ لأن احنا شايفين هون في عنا عدة شجرة أوامر، لازم نحنا نعبي الخيارات مثل ما انطرح نحنا بالسؤال. فنحنا هون مو مجهزين نص مسألة يعني، بس انت بدك بقى تشوف البارامترات المناسبة والأماكن المناسبة لحتى تقيم الأبعاد فيها. يعني مثلا نقاط التثبيت، إذا ما كانت انت معطاة بنص السؤال بدك تتخيل من وين هي النقطة الثابتة بهذا الهيكل، وين النقاط اللي بدها تكون، وانت بدك تضيفها لحتى تقدر تثبت الشكل لحتى يدرسوا البرنامج. لانه بدون ما يكون في تثبيت راح يكون امر دراسه جدا بنتائج متضاربه وهميه، يعني ما بتستفاد منها شيء بارض الواقع. بدك قدر الامكان تعطي واقعيه لتصميمك وواقعيه للدراسه. إذا ما في واقعية أنت رح تخسر كثير من وقتك وما رح تحصل على نتائج مناسبة، رح تكون عبارة عن مضيعة وقت. والوقت بالموضوع الهندسي جدا مهم، يعني أنك تأدي المهمة بأقصر وقت ممكن وبأعلى كفاءة ممكنة. نرجع نشوف هون، هون عم بضيف قوى وأحمال. هي فعلا مثل أنت بتحمل، أنت بتحمل هون على هذا الطرف، فهو عم يضيف أحمال موزعة، وهنا عم بيقطع الشكل. فلما بيقطع الشكل بنصير نحن بآخر مهمة، بس بعدها بنعمل run study وبنحصل بقى على النتائج. والنتائج هون بقى بنجي بنشوف هل هي صحيحة أم هي غير صحيحة، هل هي واقعية غير واقعية، بتناسب الدراسة اللي نحن بدأنا فيها، وشو هي الجداول اللي بتلزمنا كمان.
هاي مواضيع جدا مهمة، انه حتى الواحدات انه نحن ممكن نعمل كل الدراسة صح، لكن نغلط انه نحط واحدات لشيء تاني ونضيف الارقام. يعني بالمعطيات مثلا نحن نضيف 500 نيوتن فرضا، ونحن ما بنطلع انه نحن بالمعطيات شو حطينا، عم نعبي ارقام بالنتائج طلعت غير ارقام، بالتالي رح نكون مثل ما قلت نحن ضيعنا وقت على الفاضي. الواحدات بالمعطيات لازم تكون دقيقة، وبالنتائج بدها تكون متجانسة. يعني إذا تعاملت مع الواحدات الدولية فهو كافي إنك تتعامل مع الواحدات الدولية. هلا بتمنى انه تكون استفدتوا من هذا الدرس، ويكون هذا الدرس يعني تحضير لنهاية الدورة. باقي عندنا احنا هلا الدرس 18، بالدرس 18 رح نقدم فيه كمان فكرة حلوة تستفادوا منها، وبتمنى تكون هاي الدورة استفدتوا منها وتقدروا تاخذوا معلومات مفيدة وتستخدموها بحياتكم العملية. بنشوفكم بالدرس الجاي.